أول حفظي حين بدأت آخر جزء في القرآن خير كلام فوق لساني سهل في لفظ ومعاني حين حفظت كلام الله أحسست بكل إكمال. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين آيات المولى يحيا في خير وأمان أول حفظي حين بدأت آخر جزء في القرآن خير كلام فوق لساني.